ليه يوم كم؟ يوم كم؟ 18 18 يوليو 18 يوليو الخرطوم حتى السبعة 18 يوليو مواكب العدالة مواكب العدالة الخرطوم حتى السبعة مواكب العدالة تنديدا بانتهاكات ميليشيات الدعم السريع عمليات القتل التي تحدث مواطنين السلميين جامعة النهضة طلاب وطالبات جامعة النهضة يوليو مواكب العدالة مواكب العدالة 18 يوليو جامعة النهضة شايف عين له الأكرة دي الأكرة هاي رجعها بس بيدك الطالبون 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 الطالبون
التغامه وكبن التغامه وكبن يا قديم مواكب العدالة الصحراء والسبعة اختراع موكب سبعة مع موكب طلاب وطالبات جامعة النهضة يوليو مواكب العدالة الخرطوم موكب محطة سبعة الصحافة سبعة مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع التي تحدث من قبل قوات أو ميليشيات الدعم السريع المواطنين السلميين العزل المطالبة بخروج ميليشيات الدعم السريع من المدن والعواصم تلقانك الهبا بوي تلقانك الهبا بوي كل الشوارع سد ما بنشترى ونتباع حرة طويلة الباع الشعب يريد رصاص الشهيد
الخرطوم محطة 7 مواكب العدالة. الخرطوم محطة 7 مواكب العدالة. يوليو مواكب العدالة تمديدا بعمليات القطع والقمع من قبل ميليشيات الجندويت الدعم السريع للمظاهرين السلميين.
18 يوليو يا جماعه. الخرطوم موكب الخرطوم محطة السبعة متجهين إلى الساحة الساحة الخضراء.
محمد يا صحة حسام غوبين مورك حسام غوبين لو سمحت يا ساير لو سمحت ممكن كلمة ممكن كلمة الخرطوم يا جماعه الخرطوم محطه 7 متجهين للساحه وكيف الخرطوم الصحافات جامعه النهضه محطه 7 مواكب العداله 18 يوليو 18 يوليو مواكب العداله الخرطوم الصحافه مربع 7 متجه الى الساحه الخضراء تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السلميين يوليو مواكب العدالة مواكب العدالة أسبوع شهداء الثورة الخرطوم الصحافة محطة 7 متجهين إلى الساحة الخضراء مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السلميين العزل يوليو الخرطوم الصحافة حقت 7 مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل قوات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السلميين العزل أسبوع شهداء الثورة أسبوع شهداء الثورة 18 يوليو الخرطوم الثورة 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 الثورة
كتر الغلبة ثورة يا نادك المسير ثورة لا لا لحكم الفرد ثورة جرب تجرب جاي تلقانا كرهبة باي جرب تجرب جاي تلقانا كرهبة باي في لحظة تلقى الرد كل الشوارع سد ثورة أحرار وما أدى ما بنشتروا نتباع أحرار وما أدى ما بنشتروا نتباع ذكرت الزول ده ولا ما ذكرته؟ عشر يوليو الخرطوم محطة 7 صحافة محطة 7 18 يوليو الخرطوم محطة 7 مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السلميين العزل الخرطوم الصحافة متجهين إلى الساحة الخضراء مواكب العدالة Thank you.
وين يا مدنية؟ خيبة 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 خيبة
الصوت العالي ويحارب اي فساد ويحارب اي فساد. مدنية 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 الدم قصاد الدم لو حتى 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 مدنية المطار. مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السلميين العزل. 18 يوليو شارع المطار. Thank you.
18 يوليو 18 يوليو الخرطوم شارع المطار مواكب العداله تنديدا لعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجندويد والمواطنين السلميين العزل. يوليو مواكب العدالة الخرطوم شارع المطار مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد والمواطنين العزل المواطنين السلميين العزل. يوليو الخرطوم شارع المطار مواكب العدالة تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل قوات الدعم السريع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد المواطنين السلميين العزل. 18 يوليو مواكب العدالة أسبوع شهداء الثورة.
18 يوليو خرطوم شارع المطار مواكب العداله تنديدا لعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السنيين العزل. 18 يوليو الخرطوم شارع المطار مواكب العداله تنديدا بعمليات القتل والقمع من قبل ميليشيات الدعم السريع الجنجويد للمواطنين السنيين